السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في قناتنا جوديز إنجليش وورلد. النهاردة الفيديو مخصص للصف الخامس الابتدائي، هنحل فيه واجب الفيديو السابق اللي كان عن قصة جاك أند ذا بين ستاك. بدأنا الفيديو بثلاث كلمات وقلنا ركزوا في الفيديو كويس للنهاية علشان تستخروا الكلمة اللي مش موجودة. كان عندنا هابي وطلعت موجودة في القطعة، ورنا واي طلعت كمان موجودة، لكن الشوكليت كيك هي اللي ما كانتش موجودة. وشكرا ان الناس تفاعلت معانا، بنفرح جدا بتعليقاتكم وبتفاعلكم الايجابي، جزاكم الله عنا خير الجزاء. يلا بينا يا شطار نحل التدريبات على القصة اللي اخذناها الفيديو السابق. هنحل التدريبات صفحة 50 و51. نمبر 1، read and complete the text with words from the box. هنكمل باستخدام الكلمات الموجودة قدامنا. Jack went to sell his cow in the market، يعني ذهب لكي يبيع البقرة في السوق. On his way he met an old man. The man had special beans. He wanted Jack to buy them. He said the beans will make Jack rich. Jack bought the beans at last. Okay, number 2. Read and match A with B. التمرين ده شطار بنعمل فيه A، بنوصل A ب B، بس مش بنوصل بقى، بنكتب الأرقام في المربعات. Jack and his mother. Jack ومامته عملوا إيه بقى؟ ها؟ were very poor، كانوا فقراء جدا. طيب number 2، he is very big، هو ضخم جدا، ده طبعا اللي هو ايه giant. اوكي he is a giant number D، لو letter D. طيب number 3، they sold a cow، باعوا او ايه باعوا الكاو بتاعتهم. to buy food، لكي يشتروا الطعام. number 4، when you cut the vegetables، لما بتقطع الخضروات. You chop them، وطبعا الفعل دوت جاك عمله لما قطع بتاع ساق الفاصوليا. التمرين التالت، read and choose the correct answer from A B C or D. Number 1، when we pick something quickly، لما بنشد حاجة بقوة. We grab it، grab يعني يجر أو يشد جامد. Number 2، don't be a not child، لا تكون careful يعني حريص زيادة عن اللزوم. اوكي ممكن هنا نستخدمها استخدام بخيل. تمام. نمبر 3، the farmer uses his axe to cut the wood، استخدم الايه الاكس بتاعته علشان يقطع بيها الايه الود، زي ما جاك استخدم الاكس علشان يقطع بيها ساق الفاصوليا. نمبر 4، we buy and sell things at the market، شاطرين. نمبر 5، the king and the queen live in a castle، بيعيشوا في قلعة. تمام. Number 4، read the text and answer the questions، اقرأ واجب. نفس القطعة قرئينها برضو الفيديو السابق وتعالوا نقرأها تاني. Jack and his mother were very poor. Go to the market and sell our last cow، said Jack's mother. Please get a good price. في التمرين ده بنقرأ جملة جملة وبنترجمها يا شباب. اوكي سواء جايالي من المنهج او من بره المنهج، ممكن تكون قطعة انسين ما شفتهاش قبل كده ولكنها سهلة وتتماشى مع منهجي، فهقرأها وترجمها. تمام. طبعا احنا عارفين القصة كويس، وعلشان وقت الفيديو، number 1 Jack was very طبعا poor. number 2 Jack and his mother wanted to sell their cow. number 3 Jack met the old man on his way to the market، شطرين. طيب نمبر 4 بقى ديت اللي جديدة وركزوا فيها، او يعني محتاجين تركيز السؤالين دول علشان هقول لكم حاجة مهمة قوي. What did Jack buy from the old man؟ جاك اشترى ايه من الاولد مان؟ طبعا جاك بوت، خلي بالك من كلمة بوت، بوت اللي هي الماضي من اشترى، انتوا واخدين التصريف التاني للفعل، بنستخدمه امتى؟ في زمن الماضي البسيط لما جاي اتكلم عن الماضي، في تانية او في تالتة، واخدينه في كونكت 3. تمام يا حلوين. فهنا بيقول لك ايه، what did Jack buy، ماذا اشترى؟ فانت هتقول جاك بوت special beans from the old man. number 5، why was Jack's mother angry، كانت زعلانة ليه؟ because they needed food، لانه طبعا راح اشترى حبوب الفاصوليا وهم كانوا محتاجين ايه، محتاجين food، they needed food. اوكي بعد كده السؤال اللي بعديه، reorder the words to make correct sentences. السؤال دوت مهم جدا وفي طلبة كتير بتتلخبط فيه للأسف، ولكن انت تمشي بالترتيب الصحيح هتلاقي الموضوع سهل جدا. جاك نبتدي بالكلمة اللي هو شديد تحتها خط، طبعا في ورقة الامتحان مش بتبقى ملونة، هي بتبقى أبيض وأسود، ولكنه بيبقى مميزها ان شديد تحتها خط. جاك ادي فاعل الجملة، طب احنا عايزين فعل الجملة، فين فعل الجملة هنا؟ سيل ولا wanted؟ بما اننا بنتكلم في الماضي وبنحكي في القصة يبقى بنتكلم في ايه، wanted. جاك wanted to sell the cow،
Jack wanted to sell the cow. Number two, thank you for helping me. Thank you for helping me. اللي قالتها الدجاجة لجاك. Number three, do you want to buy them? Do you want to buy them? ونحط طبعا علامة الاستفهام. طيب السؤال الأخير, punctuate the following sentence. Thank you for helping me, Jack. Thank you, التي في بداية الكلمة. فأما أجي أبدأ جملة أبدأ بحرف كابيتال. أي جملة أي سؤال لازم تبدأ بالكابيتال. Thank you for helping me. وطبعا هنا كلمة جاك جاء في الآخر يبقى حط قبلها كما, وجاك بتبدأ بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة إيه نقطة. يبقى كده خلصنا مع بعض صفحة 50 و51 على خير. انتظروا إن شاء الله باقي شرح الوحدة والتدريبات العامة للوحدة كاملة بإذن الله في الفيديوهات القادمة. اتأكدوا من الاشتراك وتفعيل الجرس, وبحبكم جدا وبتمنى ان انتوا تستفيدوا من القناة وتشاركوها مع أصدقائكم على أوسع نطاق. وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.